بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة في صباح هذا اليوم. شوط جديد ينطلق وتحدي جديد يندفع مع هذه الأسماء، مع هذه الشعارات. أتابع هذا الانطلاق وأتابع انطلاقة شوطنا العاشر الخاص بالحول المهجنات. تنطلق هذه الأسماء، أتابع صدارة الشوط، أتابع الانطلاق الأول. أجد في هذه اللحظات شعار بن نعيف على ما يبدو لي على مقدمة الشوط وعلى صدارة هذه الأسماء، يتقدم في هذه اللحظات. هذا شعار بن نعيف على ما يبدو لي المنطلق مع ملامح حمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري على المركز الأول. شعار جهاد من ينطلق على المركز الأول خاطفة لناموس الشوط الماضي يتواجد من جديد مع ملامح المنطلقة بأول المراكز. المركز الثاني أتابع في هذه اللحظات نهب حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي يقدم لنا نهب عن المركز الثاني بهذا الحضور وبهذا الشعار المميز. المركز الثالث أتابع القادمة هي الفائزة محمد بن سعيد بن حضير الملكتبي يتقدم ويهاجم بدوره عن المركز الثالث بانطلاقة الفائزة. والمركز الرابع حكمة شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي قادم عن المركز الرابع يهاجم المراكز الأمامية. المركز الخامس شوف هذا الحضور من شواهين محمد بن راشد بالهول المهيري يتدخل على المركز الخامس في هذه اللحظات. والمركز السادس شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي مع جميله على المركز السادس. المركز السابع تدخل ووصول من وعد هزيم بن محمد بن هزيم المسافري القادم في هذه اللحظات على المركز السابع. والمركز الثامن انطلاقة ظن شعار مكتوم بن الشيبة السبوس القادم في هذه اللحظات مع ظن على المركز الثامن. والمركز التاسع وصلكم شعار المجازف في هذه اللحظات محمد بن عتيق بن زيتون الميري يقدم لنا سيوف القادمة على المركز التاسع بشعار المجازف بطل هذا الأسبوع يتقدم في هذه اللحظات. المركز العاشر تتقدم في هذه اللحظات الطيارة خريبيش بن محمد بن حمد بن حامد الوهيبي على المركز العاشر. هذه هي الأسماء، هذه هي التحديات وهذه هي الانطلاقة. يا سلام على المراكز الأولى، يا سلام على التحدي، على الانطلاق الكبير. وخلوني بعود، خلوني بعود إلى صدارة الشوط لأتابع هذا الحوار وهذا الصراع الثنائي منذ البداية، منذ بداية الشوط وحتى انتصاف المسافة. ما زال الحوار ثنائي على المراكز الأولى ما بين انطلاقتي وحضور شعار بن فارس الدرعي. من يقدم لنا نهب حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي على صدارة الشوط وعلى الانطلاق الأول. ولكن ملامح، ملامح قادمة في هذه اللحظات. شعار حمد بن سيف بن نعيف العامري يتحرك على المركز الثاني ويهاجم في هذه اللحظات بملامح وملامح. هذا الشعار مميز منذ الموسم الماضي. شعار بن نعيف يقدم مستويات وعطاءات كبيرة. يا سلامي عليك يا بن نعيف وانطلاقات هذا الشعار الجميل، شعار غازي وشعار قدم أسماء كبيرة. شعار بن نعيف يحضر أيضا في هذا اليوم ويخطف ناموسنا شوطنا الماضي مع انطلاقة شعاره. المركز الثالث أتابع القدوم، أتابع الوصول، الهجوم من الفائزة اللي تبغي الفوز، اللي تبغي الانطلاق. محمد بن سعيد بن حضير من اكتبي يتقدم على المركز الثالث، يهاجم على المركز الثالث. المركز الرابع يا أخواني القدوم والوصول من حكمة، حكمة هي
الدولية القادمة. شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي يتقدم بحكمة بشعار له تاريخه بشعار له إنجازاته الكبيرة. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الشعار وماضيه وحاضره الأجمل. والقدوم على المركز الخامس بدأ يهاجم في هذه اللحظات, بدأ ينطلق في هذه اللحظات. أيضا شعار له تاريخه, أيضا شعار له إنجازاته, إنجازاته كبيرة. هذا الشعار شعار مكتوم بن الشيبة السبوسي على المركز الرابع يهاجم, عينه على المركز الثالث. لو والله إلا عينه على صدارة الشوط على الانطلاق الكبير. يتقدم بانطلاقتي ظن 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 والظن فيها كبير. يا سلام مكتوم بن الشيبة السبوسي بدأ يهاجم, يهاجم من أجل الفوز مع الكيلو ونصف الكيلو المتبقية والقدوم من جميله. جميله قادمة بشعار النجمة الزرقاء في هذه اللحظات, شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلومي. يهاجم يهاجم في هذه الأثناء, ينطلق على المركز الخامس والمركز السادس في هذه اللحظات, أو المركز السابع. شعار المجازف قادم, قادم في هذه اللحظات مع سيوف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المهيري بوسعيد يهاجم, يهاجم بوسعيد, يهاجم من أجل الفوز. وبندري قادم بشعاره, بندري حاضر بشعاره. ولكن العودة, العودة إلى الكيلو متر الأخير, العودة إلى الكيلو متر الخطير. ما بين هذه الأسماء, ما بين هذه الشعارات اللي لها صولات اللي لها جولات. بن نعيف وشعاره الكبير, شعاره الذي يقدم المستويات الكبيرة. ملامح ملامح وملامح هذا الشعار اتضحت منذ الموسم الماضي بمستويات كبيرة, بأداءات استثنائية, بعطاءات كبيرة. ملامح 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 ملامح. وحمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري ينطلق بهذا الشعار, يبحث عن النقطة الثانية في صباح هذا اليوم. ولكن شعار مكتوم بن الشيب السبوسي يتحرك على المركز الثاني, ينطلق على المركز الثاني. ظن هي القادمة وسيوف حضرت. ولكن يبدو لي, يبدو لي أن الشوط مع بن نعيف, مع ملامح حمد بن سيف بن نعيف العامري والنقطة الثانية لهذا الشعار ولهذا الانطلاق ولهذا المستوى. انطلقت ملامح بدون أي أوامر. سلام بن نعيف, سلام سلام بن نعيف, سلام سلام ملامح, سلام سلام لهذا الشعار العيناوي, سلام. مشكور يا بن نعيف مشكور. المركز الثاني كان القدوم على المركز الثاني من نهب حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. والمركز الثالث ظن بشعار مكتوم بن الشيبة السبوسي. المركز الرابع كان الدخول من سيوف محمد بن عتيق بن زيتون الميري. والمركز الخامس كانت شعله بشعار عتيق بن مطر بن حسن القبيسي. تهانينا والناموس للجميع, تهانينا والناموس لك يا بن عيف لهذا الشعار الكبير الذي يقدم مستويات كبيرة. لحظات الوصول 9 دقائق 22 ثانية جزء واحد من الثانية بدون أي أوامر. والعصا في الإبطان مع ملامح تاني وناموس لحمد بن سيف النعيف العامري. المركز الثالث 9 دقائق 22 ثانية 9 أجزاء من الثانية كانت نهب بشعار حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. والمركز الثالث 9 دقائق لحظة الوصول هناك 9 دقائق 23 ثانية 5 أجزاء من الثانية كانت ظن أيضا من قدمت مستوى كبير بشعار مكتوم بن الشيبة السبوسي. تهانينا والناموس للجميع.